السلام عليكم المشاهدين. كما شفنا رانيا فلوك لاحت واحد الفيديو وهي كتشكر في المتابعين ديالها وكتشكر في الكليان ديالها اللي وقفوا معاها وجاو عندها كبروا بها من جميع انحاء المغرب، هي والام ديالها، وعبرت بان امها وقفات معاها في خلدك في الاوقات اللي صعيبه. شفناها كانت مرافقه في الحمل كامل، ورافقتها في النفاس، ورافقتها دابا في المشروع، ودابا قالت ليها انا غادي نرجع لخدمتي وانتي غاديه تبقاي في خدمتك، غاديه تكمل المشوار ديالها بوحدها. ولكن كيف ما شفنا عائلتها سند كبير ديال اللي عاطين لهاد البنيه ديالهم، وشفنا الكوليكسيون اللي دخلت كامل جديد، وشفنا القبول اللي خلدك هائل على هذاك الماركات اللي دخلت، كما حطات السلعه كطير، قالت دغيا كتمشي الناس كيجيو يتهافتوا عليها وكيشريوها. هذا حب ليهم وحب الجمهور لهاد السيده هادي، داكشي علاش السلعه ديالها كلها تخلات، قالت لك اكثر من 50% تشريت، ودابا جابت كوليكسيون جديد وراتو للمتابعين باش يجيو ياخذوه. وقالت السبت يعني اليوم غادي يكون تخفيض 50% وكثر في الحويجات، وكيف ما شفنا جايبه ملابس عصريه هائله وماركات زوينه، ماشي زعما شي سلعه خلا داك ناقصه، سلعه كلها زوينه. وبعيدا عن المشاكل وبعيدا عن خلا داك الهضره اللي كتقال وعلى القنوات اللي مهاجمين اسماء بيوتي وكيقولوا لا رانيا هي اللي دارت المشروع، رانيا هي اللي برافو، رانيا حققت الاحلام ديالها، حتى اسماء حتى هي حققت الاحلام ديالها وحتى هي غادي في طريق الصواب. كنظن هذاك المقارنه لا خلا داك لاش الواحد تيبقى يقارن فلان بفلان، فلان دار وفلان ما دارش، حشومه وعيب وعار. كيف ما كان الحال هذوك راهم عائله، واخا يتخاصموا شي نهار شي عام غادي يتصالحوا، ولكن هاد الناس هادو اللي كيتدخلوا بيناتهم بالهضره بحال هكا وبحال هذيك السيده اللي جات لعند رانيا فلوك في واحد الافتتاح ديالها نهار السبت، وبقات كتعير في اسماء مرت خوها وكتقول لها موتي يا المسيميمه هكا ديما حشومه وعيب وعار، هذا الشيء ما خلى داك ما كيعجبناش وما كنشجعوش عليه. بحال دابا كل واحد عنده المحبين ديالو، هذيك رانيا وهذيك اسماء، هذيك عندها المحبين ديالها وهذيك عندها المحبين ديالها، ولكن اللي غير دعهم هما الناس اللي متابعين. بحال دابا ملي جات هذيك السيده وبقات كتعير في اسماء بيوتي، نهضت ليها العدوزه ديالها اللي هي امال وقالت لها سكتي انا ما كنبغيش المشاكل وما نبغيش نفرح انا وزعما الاخر نغصو في حياته، سكتي اختي جيتي كولي وشربي وفرحي وشري الحويج وخرجي بلا ما تعيري ليا شي واحد تكون عندي معاه مشكل. احسن كلمه قالت واحسن خلا داك وقفت هذيك السيده عد حدها. كل ما قالش ديك الهضره غادي ينوضوا كاملين يبداو يعيروا في اسماء بيوتي غيقولوا راه عجبهم الحال، ولكن ملي وقفتها بهذيك الطريقه كنقول ليها برافو برافو برافو. ولكن ماشي غير انا كنحب هاد الجهه غادي نوض ونبقى نعير هذيك الجهه، كنطلب المتابعين والمنتقدين يكونوا شويه بعقلهم، ما يبقاوش يزرعوا الفتنه في الناس وما يبقاوش يدخلوا المشاكل في الناس، حيت هاد الشيء راه خايب وما خلا داك ما يتحملوش الواحد بالله انسان ينوض ويبقى يشعل الفتنه ضد الانسان الاخر. كيف ما كان الحال بنادم كله لحم ودم وكله كيحس وكله فيه احاسيس وحده، ما يمكنش واحد يبقى يفقس في الواحد ولا انا كنبغيك نعير الطرف اللي مخاصم معك. انا ضد هذه الفكره وضد هذا الشيء، والله يكمل على اي واحد دار شي مشروع، حتى اسماء دارت مشاريع، دارت تبارك الله الصالون، دارت سبا، دارت الفيلا، دارت الطوموبيلات، حتى هي ناجحه. علاش الناس كينوضوا يقولوا رانيا ناجحه؟ على اسماء كاملات ناجحات، اللي خلا داك خاسر وما دي غير الشوهه هما دوك المتابعين، خاسرين فلوسهم على الجيجات وبالتليفونات والبطاريات والشارجي كل شهر باش يتفرجوا فيهم، وخاسرين خلا داك الوقت تاعهم. اما هما راهم ناجحات ورابحات بجوجات، ومن الرابحات من هذوك المتابعين اللي تابعينهم. اما باش تبقاو تشعلوا الفتنه هادشي راه ما يمكنش، وحاجه خايبه. انا ما كنصحكمش ديروه
وكنكتفي بهذا القدر، ومع السلامة للجميع.